السلام عليكم، تحية للجميع. الحقيقة اضطريت أنني أعرض قصائدي في اليوتيوب لكل الأصدقاء والأحباب. قصيدة عنوانها السبع كيف نذل. ما بقاشان للسبع اليوم نذل، وتلف الراي ومشالوا القدر. سبحان الإله الوقت تبدل، وصبح الفلوس للأبي يفسر. وين القيمة وين القوة اليوم فشل، واطمع فيها الديك يخلعو يسقر. يشوف بعينيه ومشالو العقل، وخايف من الذيوبة تنتشر. يا فهم فهم الكلام يحلل، وكلامي مفهوم والله ما ننكر. يا الفهم فهم الكلام يحلل، وكلامي مفهوم والله ما ننكر. وتورير تعزيزة والخير مهلل، وين رجال بهم نفتخر. وناس الكرم والجود والعقل، الكلمة والعهد تعرف كي تهدر. وشوفوا هذا العصر عصر لينا العقل، وزاد الفيسبوك في الساحة نشهر. شوفوا هذا العصر عصر لينا العقل، وزاد الفيسبوك في الساحة نشهر. من ولاها كتب يكذب ويرسل، وفاضح العالم تحسبه كادر. يهدر في الأبطال ما عنده مفصل، ومن هذاك لذاك مشريكي في الشر. وما عنده صاحب، ما عنده صاحب ديما جايل، وكل كلب الصياد في حبابه يغدر. تهدر في أطور أصحاب خصايل، واش عطيت انت حتى وجهك خاسر. وطلع عليك الشان تحرم وتحلل، والموالف على الحصيرة جالس وتفكر. عندك شعارات بيهم تهلل، وزنطيتك حلفة في النار تبعثر. اكتب المعقول وشجع من فاشل، وراه المال يروح ووجهك يخسر. هذه هدية للناس اللي كيهضروا في الناس وكيهضروا في سيادهم.